أكوما المعروف في اليابان باسم كوكي، أي الشيطان العظيم، هو شخصية متكررة في سلسلة ستريت فايتر، محارب قوي يركز على التقان، الساتسوي نو هادو. السبب الوحيد وراء وجوده هو صقل مهاراته القتالية من خلال القتال وتدمير الأعداء الأقوياء. نادرا ما يبدي أي علامة على العواطف، وبصرف النظر عن الانفجارات الغاضبة من حين لآخر، ونادرا ما يبتسم. يأخذ تدريبه على محمل الجد ويتعامل بوحشية مع أولئك الذين يجرؤون على مقاطعته، غالبا ما يشير كوما إلى نفسه على أنه المقيم في الجحيم، والمتجسد الشرير، يكره أكوما الغطرسة والسلوك الأحمق، وأولئك الذين يعتمدون على وسائل أخرى غير قبضاتهم للقتال لاكتساب القوة، بحثه عن خصوم جديرين غالبا ما يتضمن شخصا يمكنه قتله. يكره أكوما شقيقه جوكن لأنه لا يستسلم للجانب المظلم من قتاله، يلومه أيضا لإغلاق قوة الظلام في ريو، وبالتالي منع ريو من الوصول إلى إمكاناته الحقيقية. يدفع هذا أكوما للتخلي عن مبارزته المخطط لها مع ريو، حيث يعتقد أن زميله في ساتسوي نو هادو لا يمكنه هزيمته إلا بإخراج الطاقة المظلمة في جسده، يأمل فقط في يوم من الأيام أن يخرجها ويقاتله آنذاك. يحمل الكثير من الازدراء لام كيج، حيث أن الأخير غير ماهر في استعمال ساتسوي نو هادو. كان أكوما وشقيقه جوكن يتعلمان لدى المعلم كوتيتسو القتال الذي كان يتضمن عناصر من الكاراتيه والجودو والكيمبو، كما قام بتعلم شونجوكو ساتسو، وهي تقنية فتاكة بشكل لا يصدق، حيث تضع الخصم في خطر كبير. مع تقدم الأخوين في التدريب، نشأ نزاع حول الطبيعة الحقيقية لأسلوب قتالهم والطريق إلى إتقانها. جوكن لم يتقبل الطبيعة العنيفة وساتسوي نو هادو من أسلوبه القتالي، فغادر لإنشاء دوجو خاص به. إما كوما فواصل التدريب وتعهد باستخدام أسلوب القتال الخاص به كما كان يريد. احتضن أكوما مبدأ ساتسوي لاهادو، واضطر للتخلي عن أي تعاطف يحتفظ به تجاه البشر، فطور شهوته للقتال حتى الموت، على عكس شقيقه، الذي كان قادرا على استخدام ساتسوي نو هادو دون الاستسلام لجانبه المظلم. بعد عودة كوما من جزيرته، تحدى جوتيتسو وحاربه في مباراة الموت ليثبت أنه تجاوزه. قتل كوما سيده والذي مات سعيدا لرؤية طالبه يتفوق عليه، أخذ قلادة خرز سيده الميت ووضعها على عنقه. جاء جوكن لزيارة سيده السابق، إلا أنه صدم للعثور على جثته، صدم لرؤية أن أخيه الأصغر قتل سيدهما موخا أكوما، الذي لم يقل شيء اختفى في الغابة. بعد سنوات عديدة، قاتل أكوما بوكن، بينما شاهد الثنائي الشاب ريو وكين المبارزة. أخبر أكوما بوكن أنه ليس قويا بما فيه الكفاية لمواجهته دون الطاقة المظلمة. أجاب بوكن بأن القتال ليس موتا ودمارا، متهما أكوما بإهانته عن اسم سيدهما. أخبر أكوما أخيه أن جوتيتسو لم يفهم حقا معنى القتال، وأنه كان أحمق لعدم استخدام ساتسوي نو هادو إلى أقصى حد. استمر القتال، وفاز جوكن. قال أكوما لشقيقه أن يقتله، لكن جوكن لم يكن لديه نية لقتل أقربائه، مما دفع أكوما إلى وصفه بأنه ضعيف لإطالة حياة منافس قوي، ويعلن أنه سيعود. بعد عامين، عاد أكوما إلى دوجو جوكن وحاربه في المعركة. كان أكوما يؤمن بنهي قتله، ولا يعرف أن بوكن عاش بطريقة ما عبر الهجوم بإفراغ روحه، وكان في غيبوبة فقط. شاهد كين الهجوم بينما كان يركض إلى دوجو، لكنه وصل فقط للعثور على بوكن على الأرض. بمعرفة من يقف وراء هذا، واجه كين أكوما في الغابة وحاربه، فقط ليهزمه. بعد هزيمة كين، اختفى أكوما بدون أي أثر. يبدأ كوما في البحث عن مقاتلين يستحقون التحدي. يراقب في الظل، وهو يشاهد بطولات صغيرة ومعارك في الشوارع، ويبحث بشدة عن شخص قد يكون قادرا على مضاهاة قوته. في النهاية يواجهه رجل يدعى جين ويحاربه في معركة خطيرة، حتى أن الخير ينجو من طاقة كوما الشريرة عن طريق إفراغ روحه في الوقت المناسب.
بدأ أكوما في التساؤل عما إذا كان هذا الرجل هو الخصم المناسب الذي يبحث عنه، فقد بدا في الإحساس بأن ليس كل شيء كما يبدو. عندما يبدأ نزيف جين ينزف، تتأكد شكوك أكوما، منافسه مريض، والقتال ليس عادلاً. بعد أن طرح على الأرض، يخبر جين أكوما بقتله. يترك أكوما جين في حالة غضب. بعد القتال، يصبح أكوما مهووساً بريو، على أمل أن يوقظ ساتسوينو هادو داخل فريسته. يجد ريو في النهاية جزيرة أكوما ويتحداه. انتهت المعركة الشديدة بفوز ريو. في الحقيقة، كان أكوما يختبره فقط. يستعيد كوما رباطة جأشه ويخبر ريو أن يجده مرة أخرى عندما يتقن ساتسوينو هادو. يضرب الأرض بضربة قوية ويختفي. تنهار الجزيرة حول ريو ليبقى مفكرا فيما قاله له أكوما، يتساءل بإثارة إذا ما سقاتل يوما ما شخصا قويا بما يكفي لقتله في المعركة. هذه الفكرة تدفعه للعثور على كهف مقفر، المعروف أيضا باسم كهف كيكا، وقال أنه يبدأ في التدريب من جديد وانتظار اليوم الذي سيحارب فيه ريو مرة أخرى. في مرحلة ما، يهزم ويقتل أحد مقاتلي الملاكمة التايلاندية الذي كان على وشك تحدي البطل، أدون. ينظر أدون إلى هذا على أنه تحد وينطلق لإيجاد أكوما، لمحاربته وإثبات أنه أقوى. يفوز أكوما بسهولة، لكنه بدلاً من قتل أدون، يغادر، ويبدو أنه يعتبر خصمه المهزوم غير جدير بالقتال. يتم اعتراضه من قبل جاي، الذي يرفض السماح له بقتال بيسون. يتجاهله أكوما ويشاركه القتال، فكلاهما قرر إنهاء القتال بعد أن أدرك أن هدفهما الأساسي كان هو نفسه، هزيمة بيسون. يكره أكوما بيسون لأنه لا يعتمد فقط على قبضته. يخرج أكوما منتصرا تاركا إياه يعاني بشكل مروع بسبب الهجوم. لم يدخل أكوما رسميا البطولة الثانية للمحاربين العالميين، لكنه راقب الأحداث التي وقعت خلال ذلك على أمل العثور على تحد كاف. كما تحدى بيسون، على الرغم مما إذا كان بيسون قد قبل هذا التحدي أم لا. في وقت ما قبل بطولة المحارب العالمية الثالثة، كان ريو وأكوما يتنازعان، مع سيطرة أكوما على القتال، بينما يوبخ ريو عن رفضه لقوة الظلام، يجد ريو القوة ليتعافى ويقاتل. ومع ذلك، كين يقطع القتال، مما اضطر كوما لمغادرة البلاد. خلال أحداث بطولة سيث، يواصل تدريبه، ويشعر بأن ساتسوينو هادو يعاود الظهور داخل ريو. على الفور، يبدأ في العثور على ريو ويساعده على إدراك هذه القوة حتى يتمكن من محاولة قتله في المعركة. مثل البطولات الأخرى، لا يدخل أكوما رسمياً، لكنه يبقى في الظل. في وقت لاحق، وجد ريو فاقداً للوعي في رعاية شقيقه بوكن. لاحظ أكوما أن أخاه قد أتقن قوة نوثينيس. خاض الأخوان قتالاً مدمراً مع كون ريو الخصم التالي. نجا كل منهما وأنقذ ريو من قبل جوكن. ثم واصل أكوما تدريبه وبحثه عن منافس جدير، وأثناء ذلك دمر غابة بأكملها بقوته. يواجه أكوما جين ويقتله هذه المرة، وبعدها يهزم نيكالي كما أنه يرى ريو في حلم وهو يرفض الطاقة الشريرة. يذهب لنزال ريو ويطرحه أرضا، ثم يغادر لوجهة غير معلومة.